أخبار كرة القدم الدولية، آخر المباريات والصدامات القوية التي جرت هذا الأسبوع. إذن أمين، لو نبدأ معك مع رئيس الفاف وليد صادي الذي يركض في كل اتجاهات هذه الأيام من أجل تأمين لاعبين شبان جدد للمنتخب الوطني الجزائري، حديث عن ثلث لاعبين ملفاتهم خلاص وضعت في لجنة أو في غرفة تغيير الجنسية التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا من أجل تغيير جنسيتهم الرياضية بغرض جلبهم للمنتخب الوطني. نعم، لاعبون شباب على رأسهم اللاعب إبراهيم مازا، لاعب نادي هيرتا برلين الألماني، 19 سنة فقط لهذا اللاعب الذي ينشط كلاعب وسط هجومي ويلعب أيضا مع المنتخب الألماني تحت 20 سنة. اللاعب الثاني هو عادل أوشيش، لاعب نادي ساندرلاند الإنجليزي 22 سنة. واللاعب الثالث هو أمين شياخة، مهاجم نادي كوبنهاغن الدنماركي. لو تعرفنا أكثر على هؤلاء اللاعبين عن مراكزهم أمين، عن خاصة مازا الذي يتحدثون عنه كثيرا، اللاعب في الفئات الشبانية للمنتخب الألماني. قلت لك هو لاعب وسط ميدان هجومي، ينتظر الكثيرون أن يكون واحد من المواهب الصاعدة في كرة القدم، قطعة أساسية في فريقه هيرتا برلين، يلعب أيضا مع المنتخب الألماني لأقل من 20 سنة، وهذا أمر جيد بالنسبة للاعب وجيد أيضا بالنسبة للمنتخب الوطني الجزائري، يعني يكون قد اكتسب تكوينا جيدا في أعلى مستوى. مشكلتنا الكبيرة حاليا في المنتخب الوطني الجزائري هي في هذا المركز، مركز وسط الميدان الهجومي، الوسط ككل، ولكن على الأخص وسط الميدان الهجومي، يعني لا نملك لاعبا قادرا على صناعة اللعب والتحكم في رتم المباريات. يلعب أيضا كجناح أيسر. اللاعب الثاني قلنا هو عادل أوشيش، لاعب نادي ساندرلاند 22 سنة فقط، ولاعب أيضا درجة ثانية، نعم، شامبيونشيب، نعم، لاعب أيضا ينتظر منه الكثير، درجة الأولى في أن يقدم الكثير من الإضافة للمنتخب الوطني الجزائري. هو أيضا يلعب في وسط الميدان. واللاعب الثالث هو أمين شياخة، المهاجم الذي يلعب في نادي كوبنهاغن الدنماركي، وكان قد حصل على لقب هداف الدوري دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي في أقل من 17 سنة. يعني كلها مواهب شابة تؤكد بأن المشروع المقبل لرئيس الاتحادية بالتعاون مع المدرب فلاديمير بيتكوفيتش هو تشبيب المنتخب الوطني الجزائري وإعطاء دماء أو ضخ دماء جديدة في المنتخب تستطيع قيادة الخضر إلى الأمام في قادم المواعيد. إبراهيم مازا، الموهبة التي فضلت الجزائر على ألمانيا، يستعد لتغيير جنسيته الرياضية وليد صادي، قام بشغل كبير قاسي سعيد من أجل إقناع اللاعب وإقناع محيطه بضرورة تغيير جنسية اللاعب الذي ينحدر من مدينة الحراش، يقال بأنه يقضي إجازته الصيفية هنا كل عام. ماهيش سهلة محمد، مهمة صعبة جدا، ماهوش إلا هاد الثلاثي، هاد الثلاثي خلاص كما تكلمت أنت وتفضلت وقلت باللي دفع الملف ديالهم للفيفا، كاين آخرين، كاين آخرين، راهو رئيس الاتحادية السيد وليد صادي مع مجموعة موجودة خارج الجزائر يحاولوا باش يزيدوا يشوفوا لاعبين واحد آخرين ويلتحقوا يغيروا الجنسية الرياضيه ديالهم. هذا ما يعنيش ان هاد اللاعبين خلاص غيروا الجنسيه راح يلعبوا مباشره في المنتخب الوطني، المنتخب الوطني لازم تخيروا الاحسن، ولكن على الاقل هاد الدراري هادو ما راحينش يروحوا يعني خارج الجزائر ولا ما يلعبوا في انديه واحد اخرى. نتمنوا برك هاد اللاعبين يكملوا في هاد المنوان ديالهم، لان راهم يؤديوا في مباريات قويه مع الانديه تاعهم، وهذه ما تكون الا فايده للمنتخب الوطني الجزائري طب الطبع. ونحييو يعني الاتحاديه على المبادره اللي قامت بها، لان شيء مهم ان الجزائر تعاود تسترجع كل اولادها. امين، لكن كان الحديث قبل ذلك عن لاعبين اخرين بارزين ابرزهم اوليز واكليوش لا اثر لملفاتهم امين، خاصه بعد مشاركتهم مؤخرا مع المنتخب الفرنسي في الالعاب الاولمبيه. شوف، اوليز خلاص لعب في المنتخب الفرنسي ولو انه لازال يملك امكانيه تغيير المنتخب،
ولكن مبدئيا بنسبة كبيرة جدا خلاص ضاع من المنتخب الوطني الجزائري. ما نقولوش ضاع لأنه كانت رغبته منذ البداية أن يلعب مع المنتخب الفرنسي. صحيح أنه كان يضع المنتخب الوطني الجزائري ضمن خياراته، ولكن في آخر المطاف لما فتحت نافذة المنتخب الفرنسي ذهب إلى المنتخب الفرنسي، وهذا من حقه. كل هذه الملفات التي ذكرتها كانت مطروحة على طاولة الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، ولكن في آخر المطاف رغبات اللاعبين هي التي تتحكم في هذه الملفات. المؤكد أن هؤلاء اللاعبون، هذ الثلاث اللاعبين إبراهيم مازا وعادل أوشيش وأمين شيخة، لن يكونوا أول اللاعبين وآخر اللاعبين الذين سينضمون للمنتخب الوطني الجزائري من اللاعبين مزدوجي الجنسية. هناك الكثير من اللاعبين الموضوعين على طاولة الفاف التي تحاول العمل بهدوء، تحاول أن تحيط هذا الأمر أو هذه العملية بسرية كبيرة حتى تعمل في هدوء وتحسم هذه الملفات في القريب العاجل. هناك يا أمين أحد عشر ملفا على طاولة الفاف. الفاف تقوم أيضا بربط الاتصالات مع القنصليات والسفارات الجزائرية في عدة بلدان أوروبية، وتحاول العمل معها سويا من أجل القيام بضربات استباقية وخطوات استباقية لضم هؤلاء الشبان، حتى إذا ما كبروا وتألقوا تكون لهم جنسية رياضية جزائرية يستطيعون تمثيل المنتخب الجزائري. لا ننتظر مثل أيام زمان أنه حتى يتألق اللاعب ويكبر ويبرز في أحد الأندية الأوروبية العملاقة ثم تباشر الفاف الاتصال بها. على كل حال شغل كبير على مستوى الاتحاد الجزائري لكرة القدم من أجل ضم هؤلاء الشبان حتى للمنتخبات الثانية من أكساس. شوف الله محمد، هي من جهة حاجة مليحة جيب لاعبين مغتربين ينشطوا في بطولات أوروبية وينشطوا في كما نقول احنا في نوادي لبس بها. مي شيء المحير، لازم تاني نشوف البطولة الوطنية، تاني لازم نشوفوا كيفاش نطلعوا النيفو. باسكو كنت عاود تشوف لي ستاتستيك وتاريخيا نعم المنتخب الوطني، انا نشوف باللي اللاعبين اللي خرجوا من البطولة الوطنية هما اللي يبرزوا في المنتخب الوطني. والمثال لو كاين امثله، عده امثله، وكنت عاود تشوف لي بيتور تاع المنتخب الوطني ما عدا محرز، الكل اللاعبين اللي خرجوا من البطوله الوطنيه، ساسوا تصفاوت، ساسوا بونجاح، صيفي، ماجر، بلومي، سليماني، مناد. انا نظن باللي من جهه ما لازمش نسمعوا باللي كاين لاعب ذو اصول جزائريه ينشط في ما باليش دوري فرنسي ولا دوري انجليزي ولا دوري من لا نورفاج ولا الدنمارك، ولا قال احنا نجيبوا اللاعب هذا. لازم المنتخب الوطني لازم لاعب اللي يبرز في الفريق ديالو. بس كنا باش نجيب لاعب راه يلعب ما باليش انا في شامبيونه ما باليش واش من البطوله نجيبوا باش نجيب اني نقول بلي جبت لاعب وينشط في بطوله ما ما كاش منها. هذه محمد لازم يكون يؤدي مقابلات كبيره، لازم اسكو يفيد المنتخب الوطني، اسكو احنا نقولوا زعما المراكز اللي نسحقوهم، اسكو هذا اللاعب هذا يجي يمد اضافه للمنتخب. ماشي هكذاك برك، احنا نتمنوا ان شاء الله كجزائريين نجيبوا لاعبين اللي يفيدوا المنتخب. وثاني دوك تكلم لك امين على انت سقسيتو قلتو على اوليت كذا محمد ما نكذبوش احنا ما لازمش نغلطوا راي العام. واحد اللي يبرز في بطولات اوروبيه ويكون عنده حدود باش يلعب في المنتخب الفرنسي ولا المنتخب الالماني ولا ما يجيكش الجزائر، ما يجيش. احنا ما لازمش نكذبوا على روحتنا. دوك تكلمت على اوليت